مساء الفل. النهارده هنتكلم عن اغنيه نص عمري لجورج وسوف. الاغنيه نازله في الفالنتاين امبارح، والاغنيه من كلمات خالد تاج الدين والحان محمد يحيى، والاثنين دول يعني نادرا لما بيشتغلوا مع بعض سوا، ان لم يكن ان هما تقريبا ما اشتغلوش مع بعض، مش فاكر يعني. ولكن الفكره كلها ان الاغنيه مش مجرد اغنيه، الاغنيه هي لوفاة ابن جورج وسوف. اغنية معمولة حلوة قوي، مكتوبة بشكل تحفة. اكتر حاجة بارزة في الاغنية هي الكلام. طبعا الكلام كان صعب شوية، والحاجة برضو اللي بارزة هو الفيديو كليب، طبعا متصور من حاجات فلاش باك ومقتطفات وكده، وجورج هو بيغني في الاستوديو تقريبا، او قاعد في الاستوديو مع ابنه. فكانت صعبة، بس اللي وصل لك الاحساس ده كله هو تكامل الاغنية ككلام ولحن وحتى توزيع. انت التوزيع ما تقدرش تعمله اكتر من اللي اتعمل والاقل يعني. هو الستايل بتاع مزيكة جورج وسوف المتعارف عليها ما اتغيرتش، لكن الكلام واللحن كان حلو. الكلام صعب عن البتاع ايه، خدت مطب فوش. كلام صعب ومعمول بشكل كويس، واغنية زي دي مش هقدر اقيم، مش هقدر اديكم كم من 10 والكلام ده كله، لانه هي مش مجرد اغنية زي ما قلت، هي احياء ذكرى بقى يعني. كانت صعبة بصراحة، اللي انا اقدر اقوله. اسمعوا الاغنية وقولوا رأيكم فيها ايه. اللي عجبني في الكلام برضو هو ان الكلام ممكن فاهم تاخده بكذا معنى، ممكن تاخده بفراق حبيب، ولكن او فراق اي حد من القريبين منك، او اتنين اتطلقوا بتاع ايه بقى. لا بس ما ظنش انه فيها هيبقى فيها اتنين اتطلقوا، بس فكرتني كده بحتة اغنية ما بلاش. اغنية ما بلاش تنفع لكل الانواع ككلام، ولكن لما اتصورت فيديو كليب ان هو اب وانه بنته هي اللي بتغني له، يعني وصل المعنى بشكل مختلف وبشكل حلو قوي. وده اللي عجبني في اغنيه نص عمري برضو لجورج وسوف. اسمعوا الاغنيه وقولوا لي رايكم فيها ايه. ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم في